السلام عليكم أصدقاء قناة بيع شري كل شيء من دارك، رجعنا لكم في فيديو جديد وعرض جديد. هذا علاش بالنسبة للأشخاص اللي كيشاهدوا القناة لأول مرة وبغاو يتواصلوا معنا، طبعا وبغاو يتواصلوا بالجديد ما عليهم إلا يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يتواصلوا معنا بكل جديد في الفيديوهات. واكيد اللي عنده شي حاجه بغى يبيعها او بغى يشري شي حاجه او لا بغى مثلا نعرضوا شي حاجه ديالو في القناه مباشره، ما عليه غير يتواصل معنا عبر رقم الهاتف ديال الواتساب اللي غادي تجيبوه في الشاشه. طبعا العرض اللي عندنا اليوم، عندنا واحد السيارة من نوع جولف 7 بالنسبة للموديل 2015. طبعا السيارة مازال نقية بزاف، الفيتس ديالها مانيل طبعا وفيها لاكليم ديجيتال. السيارة كما قلنا نقية بزاف، بالنسبة للصالون ديالها مجال جديد وضربة في بالنسبة للكيلومتراج ضربة 150,000 كيلومتر. وطبعا اللي بغى يتواصل مع مولاها راه الرقم غتجبوه في اسفل الفيديو. السياره كما قلنا نقيه بزاف وعندها رويد مازال جداد والجوانت ديال الالومنيوم. وطبعا بالنسبه للثمن، مولاها كيطلب الثمن 15 مليون، والثمن طبيعة الحال قابل للمفاهمه والمناقشه طبعا. وشكرا.